سفيان، الكلوب نجم نقولوا لا جراند فامي قاعده ترجع في برشا عادات. العادات اللي شفناهم اليوم انه صرح البنات كما قبل لو فيدريدو نتاع الاولاد. صحيح. انا توفي باش نلعبوا البنات قبل الاولاد. وهذه عاده قديمه وانا واحد من الناس معناها كبرت بها وجيت نتفرج قبل كنت نتفرج معناها ديما البنات من بعد يدخلوا الاولاد. لما حالة صعيب باش نعملوها ديما في القبة، ما إن شاء الله كي تحضر الصالة متاعنا كل حاجة أوتوماتيك لو في دريدو كل ديما معنا. شنو المساج اللي وراه توا؟ نتصور فما مساج. المساج اللي وراه اللي ما فماش ديفيرينسا في الكلوب بين بنات وولاد، ونحبوا السبيكتاتور متاعنا وجمهورنا الرجال كله يجي يتفرج. البنات شاتيهم توك يلعبوا قبل الاولاد كما قبل يعني كانت سهله تبارك الله تفكرها معبيه. انا قبل كنت جيم نلقاش بلاصه في البنات. في البنات وي. ان شاء الله نرجعوها. ان شاء الله نهار اخر جيم نلقاش بلاصه في البنات. وي علاش لا؟ ميرسي بيان سيدي. علاش لا؟ غير مزيان عليك. مدام هيلا مرحبا. عايشكم بيك. رجعنا العادة حلوة لو في دريدو نجيبوا البنايات ويلعبوا قبل الولاد. شنو هي السامبوليك اللي فيها هذا؟ والله السامبوليك احنا بدينا في البطولة العربية متعرف انت كرة اليد النسائية الحمد لله رجعت للنادي الافريقي رجعت هي توا منذ 3 سنوات وان شاء الله يرجع المجد بتاع السبعينيات والثمانينيات الكل. وحبينا نزيد الجمهور النادي الافريقي يجي يتفرج في البنات نتاع كرة اليد النسائية نتاع النادي. بدينا بالبطولة العربية وجا جمهور النادي الافريقي وتلقى المهدية وشفنا ربحنا الكاس معناتها بطلات نتاع البطولة العربية. وتوا نحبوا قدرة ربي حتى بعد في البرجاني في صالتنا يوليو البنات تلعب في البرجاني حتى قبل الأولاد ولا وحدهم باش يجي جمهور النادي الافريقي ويجي ويتفرج ويشجع. كيفاش نجم تقنعوا الجمهور انه باش يرجع يتفرج في البنات؟ خاطر التراديسيون نسيناها شوية. ما تنساش التراديسيون، يظهر لي جمهور النادي الافريقي ما ينساش تاريخ النادي الافريقي. ويظهر لي جمهور النادي الافريقي توا كي تبدا البلاي اوف والكل مديم هكا ديبيت سيزون يبدا يدحشم شويه في الفوت في الباسكيت في الهاند والكل، اما جمهور النادي الافريقي من هون يبدا البلاي اوف والكل توا يجي. انت تكلمتي على جمهور، شنو الميساج اللي تنجم تقول باش يجيكم؟ والله مرحبا بكم في كل وقت وانتم تعرفوا جمعيتكم وجوا شجعوا جمعيتكم وان شاء الله ما نحسن. اي واجب ان شاء الله من حسن الى احسن. ميرسي بيان مدام. مدام فهيمة، اليوم لا بيرسون اديكوات اللي باش تحكي لنا على الجو تاع ماتش لو في دريدو بنات قبل الاولاد اللي كان قبل تراديسيون كبيره في الكلوب هو انت. ساعه هو المشكل اللي الجمهور قبل وتوا ساعه الشمس قبل كان. كيفاش كانت صالك؟ صالة ما تلقاش بلاصه. حكايه تلقاش بلاصه وما ما عادش نسمعوا بعضنا. انت كي كنت في الجول وتعطي بظهرك الجمهور الكلوب الجمهور كامل يبدا يعيط ويسيا فيبريو مش فيبريو ما نحكي بكري برك تو انت جبتني بكري برك ما حتى كنت نقعد غادي اللجوة نتاعنا قاعد غادي والتيرا فارق. قلت له انت شيء ما يجيش وقت التيرا اللي يبدا كلوب هكا بنات وما تلقاش فيه بلاصه. شنو هي السونساسيون في لعبه الباسكون هكاك؟ باش نقول لك
ما تنجمش تعبر عليه، تنجمش تنجمش تعبر بالرسم. برشا برشا سوفونير في لوفي دريدو. ترو ترو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هالسنه في الفينا نبداو هكاك. بربي الجمهور قولوا لهم يجيو، قول لهم كيفاش والله واش باش نقول لهم. نقول لهم والله فما جمهور كعبات لما حاله في الكلوب. الحاجه اللي عجبت هل لي باج توا وهل دريما هم اللي قاعدين لي سول اللي قاعدين يجيونا في الكلوب قاعدين الجمهور. نحبوا الكلوب كيف اي نعرف تحبوا مون جيبونا الجمهور باهي تو نوليو نعملوا في كل ماتش ميساج شي يجيو بالصفه اليوم يجيو يجيو الجمهور. هو لما حاله بون انا نعذرهم في حاجه قاعدين نربحوا توا في لي سكور كبار برشا متهنين علينا ولو انه مازلنا كيرجعنا وزيد زين انا مش عارف نعرف يا خويا يجيو وتفرجوا في بناتكم راهو قبل كان الجمهور وين يمشيو يتبعنا. انا واحده من الناس عشت مع الجمهور علاقه كانت ما بيناتنا ما تصورش قد ايه كانوا ديما معانا حبوهم توا بنايتنا صغار. انتم ما راهوش تشوفوا انتم قدرنا نحكي لهم ونقول لهم كيفاش كانوا الجمهور صاروا باش نحب الجمهور يجي ويشوفوا هذاك الامبيونس اللي انا حكيت لهم نحب نشوفه. خذ تراب ان شاء الله. ميرسي بيان يعيشكم. ميرسي عليكم فريمون نشجعكم. هاللي باج اللي قاعدين الكلوب تاع فيه حاجه فريمون ما كانتش قبل توا ولات تراديسيون عندكم 20 باج هذول اللي فما توا فريمون يعطيكم الصحه. برافو ليكم برافو ليكم.